حققت المقاطع الموسيقية العربية نسب مشاهدة عالية على موقع يوتيوب الذي أعد قائمة لأكثرها رواجاً في المنطقة العربية. فيديو كليب بشرة خير للفنان حسين الجسمي حل في المركز الأول ب 51 مليون مشاهدة. أنا كل ملكك. الفنانة المصرية شيرين حققت 19 مليون مشاهدة في هذا الفيديو لأحدث أعمالها. فيديو كليب الفنانة نانسي عجرم الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية حقق نسبة مشاهدة عالية تجاوزت 20 مليون. مثل الكأن عيونك صار لي بعرفها عمر وكأني ما دقت طعم العمر. إلى الفنانة إليسا التي تجاوزت 12 مليون مشاهدة لمقطع أغنيتها لو. وفي المركز السابع حل مقطع أغنية ما يستهلوش للموسيقي حسن الشافعي مع الدمية أبلة فهيتة محققا حوالي 8 مليون مشاهدة.